السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الجزء الأخير، الحمد لله. تمام، الجزء الأخير هنتكلم عن توصيف أو شيء يعني عام، فكرة عامة كده عن توصيف المستويات حسب الإطار المرجعي الأوروبي. هيكلمنا عنها أخونا الأستاذ مصطفى عرابي في بداية الجزء الأخير. وكان المفروض إن أنا أعمل كده في بداية كل جزء، إن أنا أشكر أخويا أحمد سامي على جهده المشكور في هذه الدورة، وربنا يوفقه، هو أستاذ متميز فعلا، ربنا يوفقه، وهو صديق عزيز تزاملنا منذ عام 2005. وأنا والله عن نفسي يعني أكن له كل احترام وتقدير، ربنا يوفقه في شغله وفي حياته، وإن شاء الله نتمنى له مزيدا من التألق والازدهار. هنكمل مع أخويا الأستاذ مصطفى في الإطار المرجعي الأوروبي. المستويات يا دكتور مصطفى، إحنا عندنا الإطار كم مستوى؟ وفكرة عامة عن توصيف المستويات لو بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع نتكلم عن الإطار المرجعي الأوروبي مرة تانية. الإطار المرجعي الأوروبي هو قسم 3 مستويات رئيسة، وقد يتفق الجميع على هذه المستويات، يعني مش الإطار المرجعي الأوروبي فقط، ولكن المستويات الرئيسة دي بداخلها مقسمة إلى مستويات أخرى فرعية. المستويات الرئيسة، إحنا لدينا 3 مستويات رئيسة. المستوى الأول يطلق عليه المستوى A، المستوى الثاني يطلق عليه المستوى B، المستوى الثالث يطلق عليه المستوى C. إحنا طبعا كترجمة إلى العربية بنقول المستوى المبتدئ، المتوسط، المتقدم. الإطار المرجعي الأوروبي بيقسم كل مستوى من هذه المستويات إلى مستويين. فالمستوى المبتدئ A، في المبتدئ الأول A1، المبتدئ الثاني A2، المستوى المتوسط B1 B1 وB2، المستوى المتقدم C1 وC2. المستوى المبتدئ هو باختصار بيعني أو يهتم بتدريب الطالب على الاستخدام الأولي للغة. يعني إيه استخدام أولي؟ طالب يتعلم كيف يعبر بلسانه باستخدام هذه اللغة، كيف يعبر عن الأشياء البسيطة في الإشارة، في بالضمير، يعبر عن نفسه، يقول أنا اسمي فلان، يتكلم عن أسرته، أنا أسرتي فيها أبي وأمي وفيها أخ وأخت وهكذا. فالمستوى المبتدئ كما اتفقنا هو يتعامل مع الاستخدام الأولي للغة، يستطيع الطالب أن يستخدم بعض الكلمات البسيطة للتعبير عن حياته اليومية البسيطة العادية، هذا بالتدريج من المستوى المبتدئ الأول، ثم ينتقل إلى المستوى المبتدئ الثاني فيتوسع أكثر في كمية المفردات التي يعبر بها، فيتوسع أكثر في بناء الجملة، فبدلا من أن يستخدم كلمة واحدة بل يستخدم جملة بسيطة مكونة من كلمتين. فيستخدم مثلا الجملة الإسمية، يقول أنا مصري، أنا من مصر، أسرتي أسرة كبيرة وهكذا. ثم ننتقل إلى المستوى الثاني وهو المستوى المتوسط. قبل المستوى الثاني، نعم، حيز الابتكار يا دكتور مصطفى في المستوى، في المستويات الأولى، يعني في المستوى A1 و A2 اللي هو المستوى المبتدئ، حيز الابتكار، إيه رأيك في الموضوع ده؟ والله حيز ابتكار الطالب، الابتكار الطالب لغويا، الابتكار أو الإبداع هو طريقة للتعليم بل طريقة للحياة. فأنت كمعلم، هذا دورك كمعلم، إذا دربت الطالب على الإبداع والابتكار سيبدع ويبتكر. يعني مثلا استخدم اسم الإشارة هذا، هذه من الكلمات الأساسية الرئيسة التي يدرسها في المستوى المبتدئ، ولكن ابتكارك كمعلم أن تقول هذا قلم، هذا قلم، أوه هذا قلم. انظر إلى طريقة الأداء، أنت أبدعت في التنغيم في طريقة كلامك لهذه الكلمة، فعلمت الطالب كيف يستخدم الكلمة الواحدة بأكثر من طريقة حسب المعنى الذي يريده. ما شاء الله، فهذا مرتبط بدورك كمعلم. حيز تلقين اللغة و أو إدخال والإخراج للطالب، يعني مثلا لو طلبنا الطالب هذا مرحلة العمليات، نعم، فما فكرة المدخل والمخرج، وده برضه مرتبط بموضوع الابتكار يا دكتور مصطفى. نعم. في الحقيقة تعلم أي لغة أجنبية لابد أن تضع هالة كبيرة حوله اسمها الاستخدام والتطبيق والممارسة. المدخلات في كل لغة معروف، أصوات، مفردات، تراكيب. المخرجات في النهاية لغة يتواصل بها الناس. العمليات التي تتم هي طريقة تدريس متميزة
محتوى مناسب، صياغة موقف حياتي يستطيع الطالب أن يستخدم فيه هذه اللغة. هذه العمليات التطبيق والممارسة والاستخدام، نحن نعلم لغة كيف ننطقها، كيف نستمع إليها، ولا نتعلم معلومات عن اللغة. هذا هو الفيصل الحقيقي في مسألة تعلم اللغات عموما. إذا أنا فهمت من حضرتك أن المستوى المبتدئ اللي هو المبتدئ الأول والمبتدئ الثاني أو الـ A1 و A2 مرحلة حيز الابتكار فيها مهما كان بيكون برضو لسه ما وصلش بالطالب إلى مرحلة الكفاءة يعني. نعم. لكن في الفكرة في برضو كما فهمت من حضرتك إن المستوى الأول والثاني اللي هو A1 و A2 الطالب بياخد شيء وبيخرجه تقريبا كما هو. بالضبط. تمام؟ نعم. إن كان في المستوى ربما الـ A1 ربما هو بالضبط بياخد الحاجة بطرحها زي ما هي. يعني باخد كلمة أنا اسمي محمد، هو هياخد أنا اسمي وأحط إبراهيم. نعم. صحيح؟ صحيح؟ صحيح. لكن في المستوى الثاني بيبدأ هيقول يعني جمل طويلة نسبيا، هيقول جمل يعني ربما تركيب خاص شوية، هيتكلم عن بيته المحيطة شوية اللي هي اللي هو فيها عند البقال وعند في المطعم. نعم. اللي هي المواقف الحياتية التي يتعامل معها كلها. لكن إذا تطرق الطالب إلى مثلا مستوى ثقافي، وحضرتك تتفق معي او حضرتك برضه لك الحق المطلق في هذا، انك لو الطالب تطرق الى المستوى الثقافي وبدا يسال المعلم وبدا عايز يعرف حتى لو هو نفسه عرف من بعيد وحاول ان يدخل هذا المحتوى الثقافي مثلا في اللغه، الا يعد ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى الطالب وتطلعه الى المستوى الاعلى اللي هو المستوى المتوسط؟ بالتأكيد الثقافة واللغة وجهان لعملة واحدة مرتبطان ارتباطا شديدا. لا يمكن أبدا أن تدرس لغة بدون ثقافتها أو بعيدا عن ثقافتها. فهذا يعد مسخا وتشويها للغة. هذا الأمر تتفق فيه كل اللغات وليس العربية فقط. السياق الثقافي أو المحتوى الثقافي للغة يعطيها شيئا من الحيوية، حيوية تجر الدماء في عروقها. صحيح. فالمتعلم إذا تحدث اللغة في ثقافتها في بيئتها فهو يتحدث لغة حية. فسؤال اللغة مرآة للثقافة. نعم. مرآة للمجتمع. بالضبط. صحيح. هكذا. وهذا يفيده بلا شك يفيده في الانتقال إلى المستوى التالي اللي هو بقى المتوسط. لأنه هو استخدام الذاتي للغة. ما شاء الله. الطالب يستطيع أن يعبر عن نفسه، عن المجتمع المحيط به، عن طبيعة البيئة العربية التي يعيش فيها أو يدرس لغتها، يستطيع أن يتواصل مع المحيطين به في القضايا والموضوعات التي يتناولونها يوميا معهم، ثم يرتقي بعد ذلك إلى المستوى المتقن، المستوى المتقدم، يستطيع فيه أن يناقش وأن ينقد اللي هو حيث بقى الإبداع يا دكتور مصطفى. نعم وهكذا نتدرج. صحيح. نتدرج. صحيح. وإننا لا ننفي صفة الإبداع على المستوى المبتدئ أبدا. صحيح. ولكنها تدرج حيث بسيط. بالضبط. حيث بسيط على حسب عند الطالب من اللغة. بالضبط. لأنه ربما في المستوى المتوسط الطالب بيقدر عنده نوع من الاطلاع، عايز يعرف أكثر، وبالتالي ربما بيستطيع ان هو بينشئ بالضبط حاجات اكثر ويبدع اكثر حتى في المستوى المعرفه. نعم. علاوه على حاجز الخوف والرهبه الذي يكون في البدايه موجود لدى الطالب عندما يبدا دراسه اللغه على خطأ، وهذا طبيعي يعني لانه نحن تحدثنا عن صفات الاطر او الاطار المرجعي الجيد وقلنا ان التدرج صفه اساسيه. وبالتالي فهذا يعني تدرج طبيعي يتناسب مع طبيعه الاطر المرجعيه للغه. صحيح. طيب يا دكتور هتكلم عن توصيف الاطار من ناحيه استخدام، والاطار بيتكلم من ناحيه استخدام الافعال. يعني مثلا ايه رايك في المستوى المبتدا نقدر نقول ان هو يطبق او يصف او يعبر؟ ما رايك في هذه الكلمات؟ هو الوصف صفه او فعل او مهاره لا يقوم بها المتعلم الا من المتوسط. ولكن إذا قال الطالب الشجرة هذه شجرة أو أحمر أصفر أخضر، ألا يعد ذلك وصفا؟
نحن ندرس الألوان في المستوى المبتدئ، وعندما ينظر الطالب إلى حقيبة لونها أسود فيقول هذه حقيبة، الحقيبة سوداء. مدربها الطلاب على هذا ولا يعد هذا وصفا، ولكن وصف المادي المحسوس يكون أكثره في المبتدئ. في المبتدئ نحن الطالب يدرس كلمات يحفظها يرددها يستخدمها يضعها في جمل، حتى إذا ذهب إلى المتوسط استطاع أن يرى الأشياء ويصفها مباشرة دون أن يفكر ودون أن يعني يستدعي هذه الكلمات من رأسه. فإذا ذهب إلى المتقدم وقد تدرب على الوصف الحسي ونمت لديه الثروة اللغوية استطاع أن يصف المعنوية. أنا عندي فضول كمان هطول عليكم معلش كمان شوية، بس عندي فضول أسأل الدكتور مصطفى سؤال معلش في الآخر كده يعني اسمحوا لي بقى. تمام صوت عندك القواعد يا دكتور مصطفى. نعم معلش أنا مهتم شوية في المواضيع دي زي مخني أنا في موضوع القواعد ده. فإيه رأيك في توصيف القواعد أو توصيف مش توصيف القواعد شكل التركيب بالنسبة للطالب في المستويات المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة شكل نعم. شكل التركيب نرجع مرة أخرى إلى فكرة التدرج. تمام صحيح كل يعني هو هذه هي فائدة الإطار صحيح فيه صفة تجدها مطبقة على الكتب صحيح. أو على المجال صحيح. التدرج أنا في الطالب في المستوى المبتدئ إذا قدمت له جملة فأبسط أنواع الجمل الجملة الإسمية أنا طالب أنا مصري اسمي محمد اسمي علي من أنت وهكذا. هناك بعض الكلمات أو يسمونها المفردات الحاكمة في الإطار وهي مفردات قائمة بذاتها أسماء الإشارة الأسماء الموصولة الضمائر التذكير والتأنيث النسب هذه الأمور لا بد أن يدرسها الطالب في المستوى المبتدئ وهي كلمات مغلقة لا تحمل إلا معنى واحد هذا يعرف صحيح. هذا صحيح. أنا الضمير أنا يدل على المتكلم هذا صحيح. فهي كلمات مغلقة تستخدم كمفردات وليس كقواعد صحيح. ننتقل إلى المستوى المتوسط يرقى مستوى الطالب صحيح. يستطيع أو يكون عنده القدرة على أن يربط بين بداية الجملة ونهايتها فيستطيع أن يأخذ الصفة والحال والخبر الجملة وشبه الجملة وهكذا. ثم إذا انتقل بنا إلى المستوى المتقدم تنمو لديه القدرة اللغوية أكثر ونعطيه الأساليب أساليب الاستثناء وأسلوب الإغراء والتحذير وغيرها وأسلوب الشرط وأسلوب الطلب لا تفيد في التنوع في الحديث نعم وهي تعتمد على الربط بين جملتين ليس جملة واحدة وهكذا. في النهاية مش عايز أطول أكتر من كده عشان الأستاذ أحمد سامي تقريبا هيحذفني بحاجة. أشكركم جزيلا كنت معكم إبراهيم الشافعي ومصطفى عرابي فعلا سعدت جدا النهاردة باستضافة أخي أحمد سامي جزاه الله خير وفي رحاب فضيلة أخويا الأستاذ مصطفى ربنا يديله الصحة ودايما على خير متجمعين. أهلا وسهلا بحضراتكم هختم بس بدعوة حضراتكم للملتقى إن شاء الله يوم 16/6/2015 القادم. دعوة حضراتكم لدورتنا في كلية دار العلوم في إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها هتبدأ يوم 28/6 إن شاء الله. أكرر شكري وامتناني للأخي أحمد سامي جزاه الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.